غارة إسرائيلية أخرى تستهدف الضاحية الجنوبية، وهذه المرة هذا هو المبنى المستهدف في بلدية الغبيري. عمال الإغاثة أو عمال رفع الأنقاض ما زالوا يعملون على رفع الأنقاض من هذه البناية التي استهدفت في طوابقها العلوية، تضررت بشكل كامل تقريبا الطوابق العلوية، وهنالك حدثت الأضرار الجسيمة سواء على مستوى الأضرار المادية أو البشرية، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 15 شخصا في هذه الغارة التي تقول إسرائيل أنها نفذتها بمقاتلات حربية أو بمقاتلة حربية من طراز F-35، مما يبرر حجم الأضرار في هذه البناية. وهذه ثالث غارة بعد الغارة الدموية الجمعة الماضية التي استشهد فيها أكثر من 50 شخصا، بالإضافة إلى غارة كانت مساء أمس. وبالتالي أصبحت الضاحية الجنوبية التي يغادر العديد من سكانها إلى مناطق أأمن أصبحت في دائرة الاستهداف الإسرائيلي، وذلك بالموازاة مع ما يتعرض له الجنوب اللبناني من عمليات قصف واسعة. صابر أيوب، العربي، بيروت. التلفزيون العربي.